قامت حرمه يا حرمه ما صدقتوني. اعوذ بالله. سمعونا. ومن الحريم من حارتنا؟ لا مبين عليهم الغربة. يا لطيف على هالعيبة يا لطيف. فاتنا بيت جيران أبو سمير الحمصاني الله يرحم ترابه، لكن هلا بانت وانكتب المستور. انكتب المستور. شوفي خالي شوفي. وين الحكي يا أبو شحاب؟ خليه يشوف البلاوي وين. شوفي خالي. كل شي عنك، بس ما كنت عارفان انك مخبى بأوعيك. لك الحارة كلها كانت مغشوشة فيك وأول هون أنا، بس من يوم ورايح رح أعرف شغلي معك يا قليل الشرف يا حيف عرجال. بس عمي وينو أبوكم؟ ما بعرف عمي، ما بعرف. ملاقي بالبيت؟ ماشي. قوم نسكر الدكان عصام. ومنيح اني ما وطيت راسي له، والله بعد اسمه ما بدي يبهدلنا مره تانية، بس انا لازم ما سكتله عليها. شو صاير لك يا ابو حسام؟ شو يعني ما راح تقلي لي شك سويت؟ عود اخي ابو بشير، عود عود. يعني راح تحكي؟ وهي عدنا، احكي يا ابو عصام. انت بتعرفني منيح يا ابو بشير، بتعرفني لما ما بتعرفني. انا بعرفك منيح يا ابو عصام، بس حابب اسمع منك. الحكي بدي لك عليه يا ابو بشير هلا هذا سره سر ولازم يضل بيناتنا. ايه كل هالقد الشغله بدها واحد كتومي؟ ايه والله. انت بتعرفني منيح يا ابو عصام، انت اخ لي وسرك سري، احكي. انا مشان هيك رح اقول لك. ابو
أبي ما تزال يرضى عليك، ما تزال تروح عند فتحي عالبايك يا أمرك. دي بالك منيح فتي عينك ولا يهمك يا أبي. خلص أنت عصام تخلص فطور بالشق عند البغجاتي يوصي على محل العيد. أبي أمرك يا أبي أمرك. أبي أبي نحن مساوي يوم بالبيت. لا معلش يا أبي بلا نتني، ما راح يطلع مع منك مثل مسوي لأميك. على شو وصي يا أبي؟ أبي وصي على شوية برازق وغريبة شوية عجبة شوية كولشكور مدلوقة كمان يا أبي. جيب المدلوقة لأختك. حاضر. الله يخلي لنا إياك يا أبي. وأنت يا أبي دلال ما بدك شيء؟ سلامتك يا أبي، بكفيني رضاك. الله يرضى عليك، الله يرضى عليكم كلكم. الحمد لله رب العالمين. يا أبي في سؤال بدي أسألك يا أبي. مو هلا أبي. يا أبي اللي صار اليوم ما بتصور عقل بني آدم. الناس زلتنا والشاطر اللي بده يتطاول عليك وعلينا ونحن ما عم نقدر نحكي شيء ولا عرفنا ليش. بكرة بتعرف كل شيء أبي. بكرة. وليش مو هلأ يا أبي؟ معلش أبي معلش معلش الله يرضى عليك. شغلة كبيرة لأنه بخافش كان حكيت لك رك أبي لا تروح براءتي بين الناس. أنا لا بعرف إنه الناس عم تجيب معدري بالحارة لا بتحكي علي بالقاطيل، لأنه اللي عملته أنا شغلة كبيرة وغلط كبير، مو بس بحق الحارة لك أبي، بحقي أنا بالكل أهل الحارة. ما زالوا غلط يا أبي، ليش سويته ليش؟ أبي عم أقول لك كبيرة عليك كبيرة، بس بكرة لما تعرف ليش هيك أبوك سوا مع الحريم رح تعرف إنه كان قصده شريف. شريف بحقك وبحق اخواتك وبحق ابوك وبحق الحارة كلها. يا ابي مشان الله قلي قلي وريحني. ما بقدر هلا لك ابي، ما بقدر. بدي استنى لحتى اثبت كل شيء، لحتى امسك كل شيء بايدي وينكشف كل شيء. بس لك ابي اذا كان بدك ترتاح انت روح ابي لعند ابو بشير هو بيحكي لك. روح. ليش هيك سويت بحالك يا أبو عصام؟ ليش؟ كل اللي قالوا لي عنك ما صدقته، وشو ما قالوا كمان ما رح صدق، ما رح صدق. صباحك الجدام. يسعد لي هالصباح عمي أبو مرزوق. شايفك عم تشطف القهوة. اي والله عم ضبط مشان سهرة اليوم. كل عام وانت بخير، بكرة أول يوم عيد. إن شاء الله وأنت بألف خير. الله يسلمك يا رب. شايف الشعر شلون مضى علينا مثل لمح البحر. اي والله اي والله يا عمي أبو مرزوق. شلونك أنت أولاد حكيم؟ والله ما في منهم. عسى عسى عمي أبو مرزوق. عسى؟ اي والله عسى. والله هذا أصعب رمضان بيمروا عليك بكل عمرك يا أبو عصام. أيوة والله.